السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا معاكم آية والنهاردة هنعمل صفحة فنية أو Art Journal Page أنا معايا لسام دي باي أربع مليون وأختار الصورة دي اللي فيها صورة بنت بتلعب رياضة طبعا الصورة دي مرة versatile يعني ممكن تغيريها يعني بمعنى لو غيرتي بس اتجاهها كانها بتعمل حاجة يعني حاجه مختلفه يعني هنا مثلا كانها مثلا في حبل نازل وهي مثلا ماسكاه المره الثانيه هخلي الحبل كانه على الارض فكانها بتعمل اكسرسايز او بتعمل تمرين رياضي على الارض اجين يعني براحتك خالص ممكن لو عندي مثلا صفحه كبيره اخليها بدور كانها بتعمل يعني بسموها ايه كان بتلف على الارض مش عارفه بيسموها ايه حاجه كده في في الـ في في القمباز صح anyway عشان الورق اللي بستخدمه ده ورق الوان مائيه فانا هلون الصوره بالالوان المائيه الجورنال اللي انا بستخدمه او الدفتر اللي انا بستخدمه باي مالين وعندها ثلاث احجام فانا اخترت الحجم الصغير عشان بس هستخدم صوره واحده برضو الالوان المائيه بتاعتها فا يعني تلوين عادي مفيش اي حاجه فانا هسرع عمليه التلوين وحشوفكم بعد ما اخلص بعد ما خلصت والورقة نشفت عايزة أضيف آه يعني آه ملامس مختلفة على الورقة بتاعتي فهنا هستخدم الاستنسل اللي هي دي الاستنسل دي باي تي سي دبليو بس اللي صممتها أو اللي رسمتها مارلين ففي الاستنسل ممكن تستخدمي أي حاجة تستخدمي أكريليك بينت ممكن تستخدمي أحبار ديستريس إنكس آه يعني الألوان المائية مش قوي بس أنا قلت خلينا نستخدم الألوان المائية بدل من هي برا يعني بدل ما أروح أجيب الأكريليك بينت حاجه تانية هتلاحظيها ان ممكن الالوان يعني الالوان المائيه ممكن هي تتفاعل مع لون الفويه فيحصل ده انا حطيت اصفر على الازرق عمل لي اخضر فيعني راعي النقطه دي بس انا في النهايه ما كانش يعني فارق معايا قوي بس عايزه ادي يعني اضافات هنا وهناك إذا ما عندكيش ممكن انت ترسمي بقى بنفسك يبقى معاكي جيلبن مثلا قلم اسود وترسمي رسومات صغيره عارفين زي رسم الحنه ده معروف قوي بيسموه دودلينج انك تعدي ترسمي زي رسم الحنه كده وحطيت عملت سبلاتر اللي هو بتنقطي حبر اسود او نقط سوداء مثلا على الورق ومعلش على صوت الازعاج انا فاتحه الشباك عشان الجو حلو النهارده ممكن تسمعوا صوت سيارات وحاجات كده بس برضه عندي عملت برضه ما عملت طباعة للأشكال دي اللي هي المدورة برضو دي جزء من الستامب الكبيرة بتاعت مارلين آه بس وبعد كده في النهاية هحط لا مش في النهاية قبل النهاية هحط ستيكرز على شكل قلب زي ما قلت لكم انتي بس بتحاولي تملي الفراغ بمواد يعني مواد مختلفة او بملامس مختلفة ف... فانا حطيت الستيكر على شكل قلب اخر حاجه هكتب العباره بتاعتي اللي هي كلمه اكسرسايز يعني اعملي رياضه استخدمت هنا ستيكر مصنوع من القماش ممكن تستخدمي الستيكر عادي ممكن تكتبيها بخط ايدك ممكن تعملها ستامبينج براحتك يعني زي ما قلت لكم ده اللي عندك تعملي فيه ومفيش حاجه صح ومفيش حاجه خطا في النهاية مريم قررت ان هي تحط الورق في الجورنال ده ودي احلى حاجة بحبها في الجورنال ده او في الدفتر ده إنه أعمل زي الملف وانتي اللي بتعبي فيه الورق بتاعك فانا عايزة اخلصه بس هي بتوريكم دلوقتي الحاجة اللي انا عملتها شكرا ليكم ولمتابعتكم حسب لكم كل روابط كل حاجة في صندوق الوصف وأشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم